تفادي وطني الحبيب صباح الخير عرفت بالهمس يا نفحة بلادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير عرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم وطن الحبيب صباح الخير. في البداية نبارك للجميع أمطار الخير التي هطلت على البلاد ويعني على مناطق متفرقة من مدينة الدوحة، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة على البلاد وعلى البلاد إن شاء الله. صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحك بكل خير زميل محمد، أصبح عليك وعلى الجميع، مبارك عليك الحياة وعلى الجميع إن شاء الله يا رب. الله يجعلها أمطار خير. رح فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في صباح جديد وحلقة جديدة من برنامج وطن الحبيب صباح الخير، نلتقيكم عبر الأثير ومن خلال الشاشة لمناقشة كل الموضوعات التي تهمكم ورصد كامل وشامل لأهم الأخبار المحلية. أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، في السنوات الماضية بدأت التساؤلات تدور حول أهمية البريد العادي في عصر الإيميل، لتكون فترة كورونا هي خير رد على هذه النقاشات والتساؤلات، فعاد البريد عنصر هام وفعال في حياة الجميع حول العالم بمجموعة من الخدمات القيمة والتي تؤثر بشكل مباشر في الخدمات المقدمة للمجتمع من كل الجهات. نعم زميل محمد، ومن جهته شهد بريد قطر خلال السنوات الماضية تطوير تقني كبير ساهم في جعل حياتنا أكثر سلاسة وسهولة في فترة الكورونا، وأصبحنا نعلم جيدا الخدمات الهامة التي يقدمها البريد وتعاظمت استفادتنا منها طوال العام. شكرا لبريد قطر على خططكم الطموحة للمستقبل. وطني الحبيب صباح الخير.
قصيدتنا في حب ديرتنا أعزف قصيدتنا في حب ديرتنا مرفوعة هامتنا شبان وشباب عطي يا غيوم سيري يا ولي خطي بالديرة بلدنا الغالية عطي يا غيوم سيري يا ولي خطي بالديرة بلدنا الغالية على محاملهم على محاملهم كانت سوالفهم رغم العنا سيرين صلبة سواعدهم على محاملهم على محاملهم كانت سوالفهم رغم العنا سيرين صلبة سواعدهم الوقت عاندهم والصيف أتعبهم مع كل هذا وذاك الرب ساعدهم أمضي يا غيوم سيلي يا ودي خطي بالديرة بلدنا الغالية أمضي يا غيوم سيلي يا ودي خطي بالديرة بلدنا الغالية وطني الحبيب صباح الخير. حالة الطقس يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونبدأ على بركة الله فقرات الصباح الأولى في برنامج وطن الحبيب صباح الخير ونتعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم من خلال المتنبئ الجوي فاطمة اليافي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. فاطمة صباح الخير. صباح النور يا هلا أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية مبارك عليكم علينا الحياة حيث تشهد البلاد من ساعات الفجر الأولى تساقط الأمطار متفرقة تركزت في البداية على المناطق الشمالية والغربية من البلاد وشملت الدوحة فيما بعد والعديد من المناطق وتستمر حتى هذه اللحظة وبإذن الله من المتوقع استمرار فرص الأمطار على الساحل وداخل البحر لليوم واليومين القادمين وتكون الأجواء لليوم معتدلة الحرارة نهارا وغائم جزئيا أحيانا مع أمطار متفرقة إلى بارد نسبيا ليلا مع رياح شمالية غربية لشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل تكون رياح قوية داخل البحر قد تتجاوز سرعتها 25 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 8 عقدة وعليه وجب التنبيه والتحذير إلى ضرورة تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة نظرا لتقلبات الحالة الجوية وعن درجات الحرارة تتراوح حاليا ما بين 19 إلى 23 درجة مئوية علما أن أدنى درجة حرارة سجلت صباح اليوم كانت 17 درجة في كل من الجميلية والشحانية والغويرية و20 درجة في الدوحة ومن المتوقع أن تتراوح العظمى اليوم ما بين 21 إلى 29 درجة تصل 25 في العاصمة الدوحة نهارا. أشكر لكم حسن استماعكم مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. نعم إذا نؤكد على تجنب كافة الأنشطة البحرية نظرا للتقلبات الجوية يعطيك ألف عافية المتنبئ الجوي فاطمة اليافعي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. وطني الحبيب صباح الخير. حركة السير حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين والآن نتعرف على حركة السير هذه الأثناء في مدينة الدوحة ينضم إلينا من مركز القيادة الوطني ضابط التحكم المروري الملازم أول سالم محمد الخوار. صباحك الله بالخير ملازم سالم. صباحك الله بالنور والسرور إن شاء الله. مبروك عليك بالحياة إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ماذا عن حركة السير هذه الأثناء في شوارع مدينة الدوحة والشوارع المحيطة بها؟ نقول وشي بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالخط الأمام الكرنيش على ما نشاهده من الكاميرات المورية
من إشارات رأس بعبود باتجاه إشارات البريد، وأيضا العكس بتكون في كثافة سيارات، وذلك بسبب كان في حالة انقلاب من إشارات الإعلام باتجاه الديوان. في حالة انقلاب الحمد لله توصلت دوريات الموقع وتم إخراج سيارات هذا الطريق وما في أي إصابة الحمد لله. وانتقل بعد ذلك إلى الخط الخلفي للكورنيش، بتكون في الحركة انسيابية باستثناء إشارات المها وإشارات برزان وإشارات نادي قطر، بتكون في كثافة سيارات بسبب أعمال طرق. وانتقل بعد ذلك إلى الدائري الثالث، بتكون في الحركة انسيابية باستثناء إشارات الأندلس وإشارات رمادة، بتكون في كثافة سيارات حاليا. وانتقل بعد ذلك إلى الخطوط السريعة متمثلة في طريق 22 فبراير وطريق سلوى، بتكون في الحركة طبيعية. وانتقل بعد ذلك إلى مدينة الريان متمثلة بإشارات الفروسية وإشارات السواقة وإشارات المناصير، بتكون في الحركة طبيعية. وانتقل إلى مداخل المخارج الصناعية، بتكون فيها الحركة طبيعية. وفي الختام نرجو من السادة المستمعين والمشاهدين الالتزام بقوانين وقواعد المرور، ونتمنى لكم السلامة. مع تحيات الإدارة العامة للمرور. الملازم أول سالم محمد الخوار من مركز القيادة الوطني، شكرا جزيلا لك. وطني الحبيب صباح الخير. أسعار الأسماك والخضار، نجدد ترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومباشرة لزميلنا خليفة الرماحي الموجود اليوم في شبرة السمك الرئيسية في مصلى العلي ليطلعنا على أسعار الأسماك من هناك. خليفة صباح الخير. صباح الخير زميلة ليلى. طبعا في البداية نصبح عليك، نصبح على زميل محمد، أيضا نصبح على جميع الزملاء في إذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر، وأيضا زملائنا في تلفزيون قطر، ونصبح على مشاهدينا وين ما كانوا داخل قطر برا قطر، ودائما نخص بالتصبيحة أمهاتنا أبهاتنا الكبار شيباننا وعيايزنا، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين في شبرة مصلال علي، الشبرة الرئيسية، وأيضا مثل ما ذكرنا سابقا ودائما نذكر الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا ما زالت قائمة، أيضا هناك أجهزة لمقياس الحرارة، هناك أيضا الأمن في دخول هذه الشبرة يحرص على وجود الكمام وأيضا برنامج احتراز في هاتفك الجوال. خلونا نبتدي مع أول محل هني، أنا كان ودي صراحة مع هذا لكن اختفى الريال. خلوني أشوف هني أول واحد، تعالي الله يخليك، تعالي كيف حالك. خلنا نتكلم في البداية عن القباقب، مال وين؟ مال دوحة. مال دوحة على كم؟ هذا كله 18 كله بعد مكن، يعني مكن. أنا ودي صراحة مكن، دائما يدورون المكن، ويمكن الحين هالأيام وقته والبيض أيضا يزيد في هذا الوقت. بالنسبة للقباقب كم؟ 18 ريال. آخر؟ إيه 17 ريال. 15 يمشي؟ 15 ما يمشي؟ آخر 17؟ يقول 17 آخر، 17 شعري؟ هاي شعري تقر جم يا شعري أبيض على 4 ريال؟ أي. تعال خلينا نشوف البسار. طبعا هذه في البداية أول ما تكون صغيرة تكون لحلاحة، وبعدين تصير بسارة، وبعدين تكبر تصير ضلعة. على كم البسار؟ بسار هذا كيلو 6 ريال. 6 ريال الضلع نفس الشيء؟ نفس السعر. قرقفان؟ قرقفان هاي 2 ريال. ينم في 6 ريال. يوم رخيص القرقفان؟ اي قرقفان صغير هاي رخيص. لأنه صغير بريالين؟ بريالين؟ ريالين. الكيلو ريالين يقول. سمان؟ سمان هاي 20 ريال. 20 ريال. فسكر؟ فسكر 7 ريال. كم قلت لي ينم؟ ينم 6 أنا أقول. 6 ريال. فرش ما عندك؟ فرش ما عنده. خلينا نشوف السلطان باسي اي 25 25. خلينا نشوف الكوفر هذا 9 ريال. شعري وصل؟ شعري اي كبير 13. حمر هذا عمره 24. شعوم على كم؟ شعوم هذا 25 ريال. ترى اخو الصبيطي على فكره، يعني اخو الصبيطي قريب منه، بس الصبيطي كبير شعم راهي ما شاء الله، راهي. كم قلت لي؟ هذا 25. 25. تعال خلينا نشوف البواليل على كم. هذا 21 والله. 21 20 يمشي ان شاء الله. اذا على 21 20 يمشي ان شاء الله. يمشي سعر اليوم هاي ملامس سعر سعر امس. أيوة. سعر اليوم لحم ما وصل اليوم، ما شاء الله بيوصل ان شاء الله بيوصل. خلينا نشوف الصافي. صافي صغار لكن الصافيه حلوه وراهيه، يحبونها هالقطار. على كم هذا؟ 18 ريال. 18 ريال. ما في اكبر عندك؟ تعال خلينا نشوف ربيب على كم. ربيب كبير هاي 19. تعال خلينا نشوف الانواع الثانيه. خلينا نشوف وهذا الصافي على كم.
هذا بستوكي 13. هذا بستوكي هذا يسمونه بستوكي مال غزل مال غزل قرقور. يبين مال قرقور وهذا هذا قرقور اي ملدوها اي لان غزل كانه في خط غزل كانه في جال صراحه صغار على كم هذا 13 13 زبيدي زبيدي هذا في ايضا الزبيدي يعني من الاسماك الجميله صراحه واهلنا في الكويت يمكن يحبونها وايد وايد مطبق زبيدي على كم هذا 50 ريال 50 اليوم مرتفع اليوم وايد مرتفع روح هذا روح اي روح مال وين باكستان ولا باكستان على كم هذا 20 ريال 8 سلمون مال وين نرويج اي نرويج على كم هذا 40 ريال 40 ريال سردين سردين اي 15 15 يعني الربيان خلينا نشوف الربيان عندك نوعين لكن هناك في اكثر هذا على كم هذا في 65 وهذا النوع هذا مال 40 ريال 40 ريال ام الربيان ما عندك قد خلصت ما عندك وايد مشكور يا اخي الله يوفقك وتبيع هذه كلها تعال لي سلام عليكم خل نروح من هناك نبتدي من هناك نبتدي نشوف خل نشوف قباقب على كم عندك قباقب 18 كم اخر 17 16 16 قال هذاك قال 17 اخر لكن قال هاي 16 بعد يمشي واكبر من هناك صراحه اكبر كبار كبار ومثل ما تشوفون مكن دائما يدورون المكن لان فيه بيض اكثر فيه بيض اكثر 17 يمشي 16 يمشي 16. 15 ما يمشي 15 يقول ما يمشي هذا بياح لا هذه مال روح بنغلاديش روح بنغلاديش على كم والله بياح لكن مال بنغلاديش على كم هذيك 15 15 كرماري على كم كرماري 25 25 هذه كتله لا هذه بلال 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 بيرال بيرال يقول لي اسمها بيرال صراحه يعني دقت دقت هامور لكن الاسمك كنها يعني كنها بياحه على كم هذه 25 25 شعوم على كم شعوم 15 15 بواليل على كم هذه 20 20 تعال خلينا نشوف الهوامير الكبار هذه 25 25 يعني الهامور اعتقد انه سعره مناسب يعني لا هو بغالي ولا هو بنازل صافي مال وين صافي مال البقره على كم 20 20 ربيان عندك خمس انواع هذا النوع على كم هذه 35 35 وهذا هذه 60 65 60 لانه جامبو هذا جامبو هذا جامبو هذا النوع هذا هندي على كم هذا 60 60 وهذا النوع هذه 35 35 وهذا النوع هذه 65 60 60 اخر يقول وكل طبعا في كل نوع ممكن لان الواحد يشتري اكثر من كيلو كيلوين وثلاثه ينزل السعر خثاق مال وين خثاق دوها على كم هذه 18 17 18 17 مشكور ريال يعني الريال يبي يبيع يبي يبيع يبي يبيع خلوني انا ودي والله انتقل حق الانواع اللي عندها الاشياء حق السي فود يعني يمكن اليوم ما شفنا وايد لكن خلينا نشوف هذا المحل تعال لي هنا تعال لي كيف حالك طيب اصقوع على كم هذا 25 مال وين هذا مال باكستاني شوي مرتفع كم اخر هذا اخر 20 ريال لك 20 لانه كان في 18 و17 و16 في الايام اللي راحت يعني تقريبا قبل شهر او شهر ونص كانت في هالحدود لكن يقول اليوم ايضا 20 ممكن خلني عطني صافيه واحده هذه العود 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 ذي عطني هالصافيه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله شوف شوف يعني مستمعنا الكريم يمكن ما يشوف لكن يسمع والله يعني بتنبط ما شاء الله من سمينه ومشاهدنا ايضا يشوف ها هذه صافي الوكره يقول صافي الوكره على كم هذا 22 22 يقول 22 يعني كان ودي صراحه النيسر على كم شنو نيسر 10 ريال 10 ريال والشان عد على كم اليوم اي كان 30 ريال 30 اليوم شوي مرتفع مشكور يا اخوي يعني مثل ما شفنا في الشبره دائما نقول هي الاسعار الانسب وهناك ايضا خيارات لمحبين السمك ممكن يلف اكثر من محل لابد النوع اللي تبغيه بتلقاه اكيد يعني في الغالب راح تلقاه موجود في الشبره بينما المحلات اللي برا تجيب بعض الاسماك لكن يعني نوعيات معينه فقط احنا نقول دائما الشبره هي الافضل في الاسعار وايضا الاجواء اليوم يمكن تساعد كثير اجواء هذه الايام اجواء قائمه ممكن الواحد يجي والمسافات ايضا
في ظل تطور العمراني الكبير صار الواحد يوصل لكبره بشكل سريع جدا. انا دائما اقول في نهايه هذه الفقره سامحونا على قصور بذر منا، على امل لقاء بكم باذن الله في يوم القادم. واليوم والان عوده الى الزملاء محمد وليلى في استوديو وطن الحبيب. صباح الخير. ما منك قصور زميلنا خليفه رميحي، كفيت وفيت من خلال اطلاعنا على اسعار الاسماك لهذا اليوم. ان شاء الله دائما الاسعار مناسبه للجميع. وطن الحبيب صباح الخير، والان مع فقره جرايدنا هذا الصباح مع الزميل محمد السندي. صباحك الله بالخير محمد. صبحك الله بالنور عبد الرحمن، اصبح عليك وعلى مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الاطلاله اليوميه للتعرف على اهم واخر ما جاء في صحفنا المحليه. جرايدنا. نبدأها معكم من العرب، وفي خبر تحت عنوان معسكر الأخوية بدحيل يحصل على شهادة مرموقة في الاستدامة. حيث حصل مشروع معسكر قوة الأمن الداخلي الأخوية الذي تم تشييده حديثا في منطقة دحيل على شهادة من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جيساس للتصميم والبناء فئة 4 نجوم، وهو أول مشروع متكامل في قطر تم اعتماده وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جيساس للأحياء المستدامة. وإلى الشرق، وزارة التعليم تطلق الدورة الثانية من أولمبياد القراءة. حيث أطلق قطاع شؤون التعليم ممثلاً بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي الدورة الثانية من مشروع أولمبياد القراءة تحت شعار وطن يقرأ يقرأ. ويعتبر مشروع أولمبياد القراءة أحد أهم الفعاليات الوطنية التي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الطلاب، وذلك من خلال غرس عادة القراءة بين أبنائنا الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، مما يصب في خدمة المجتمع وتطوره ورقيه، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وإلى الراية، انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي بالمدارس غدا، حيث تنطلق غدا اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلبة النقل بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تدرس المنهج الوطني وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة لضمان سلامة الطلبة في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 في قطر والعالم. في الراية كذلك، 1,138,000 وصفة طبية بالمراكز الصحية. حيث كشف الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات والتموين الدوائي ورئيس اللجنة العلاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن صرف 1,138,000 وصفة طبية خلال العام الماضي بجميع صيدليات مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي يبلغ عددها 27 صيدلية. وقال الدكتور محمد المحمود في تصريحات للراية إنه تم خلال العام الماضي الذي شهد ظهور جائحة كورونا تدشين خدمة توصيل الأدوية للمنازل، وذلك بالتعاون مع بريد قطر، حيث تم توصيل حوالي 72,580 وصفة طبية. وإلى الوطن، الإعلان عن الحزمة الثالثة لبرنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة أشغال عن الحزمة الثالثة من المدارس القطرية ضمن برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي الوطن أيضا، جامعة قطر تطلق مؤتمرا دوليا افتراضيا حول التربية وتكنولوجيا التعليم. حيث أطلقت جامعة قطر مؤتمرا دوليا افتراضيا حول التربية والتعليم الهندسي وتكنولوجيا التعليم، والذي تشرف عليه كل من كليتي التربية والهندسة، ويمتد لثلاثة أيام بمشاركة محلية ودولية.
مستمعينا مشاهدين الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرائدنا لليوم، ولقراءة المزيد من الأخبار وتفاصيلها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال صحفنا المحلية الأربع، الشرق والوطن والعرب والراية، في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة للزميلين محمد وليلى في الاستوديو. زميل العزيز محمد السندي، شكرا جزيلا لك، قدم لنا فقرة جرائدنا هذا الصباح. أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة حتى 9:30 بإذن الله في برنامج وطني الحبيب صباح الخير.
وطن الحبيب صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين حياكم الله. بعد قليل نبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية وكذلك لدينا مجموعة من الرسائل النصية القصيرة وكذلك رسائل الواتساب، ولكن قبل أن نبدأ باستقبال المكالمات نذكر مستمعينا ومشاهدينا الكرام بأن يعني في حالة التواصل مباشرة مع الهاتف أو في الهاتف مع الشباب نتمنى إعطاء الشباب التنسيق كل المعلومات والتفاصيل عن المكالمة على أساس يتسنى لهم طبعا تسجيلها لإيصالها للجهات المسؤولة. وموضوع آخر صراحة أتمنى من كل الأخوة والأخوات اللي يطلعون معنا على الهواء مجرد ما يطلعون على الهواء يسكرون الراديو أو التلفزيون اللي يكون حذاهم على أساس أن يسمعوننا من خلال الهاتف. معنا أولى مكالمات هذا الصباح معنا أم حسن. أم حسن صباح الخير. يا هلا مرحبا. حياك الله أم حسن تفضلي. الله يرضى عليك، بس بقيت أنا أقدم شكوى على منصة كوادر. نعم خير إن شاء الله. أنا بنتي الله يسلمك خريجة جامعة قطر 2019-2020 نعم. كلية آداب وعلوم شؤون دولية، قدمت على الترشيح على طلب وظيفة 4 مرات من بداية يعني تأسيس المنصة. نعم. اللي هي كانت شهر سبتمبر. نعم. سوت لها السيرة الذاتية وتم فتح باب الترشيح للوظائف. نعم. في شهر سبتمبر في شهر أكتوبر قدمت على وظيفة وتم طلبها للمقابلة وطبعاً قابلوها وتم الموافقة، بس طلبت هي استخارة مثل زوجها وتستشيرة. بعدها نهار ثاني تم الرفض، قالوا لها سوي مرة ثانية الترشيح، وفعلاً سوت ترشيح شهر أكتوبر لكن تم الرفض. يعني 4 مرات حاول ترشح نفسها في الوظيفة وتم رفضها. طبعا هل يذكر في الإيميل أو أنه يرسل لها مسج سبب الرفض؟ طبعا لا، ما يتم إرسال سبب للرفض إلا الشهر اللي فات أرسلوا لها أن الوظيفة هذه لا تناسب لا ذكر ولا أنثى، فما أدري هالوظائف حق من بتكون بالضبط. طيب أختي أم حسن، الوظيفة الأولى اللي ترشحت عليها تم رفضها ولا هي رفضت الوظيفة؟ لا لا لا، هي تمت المقابلة واجتازت المقابلة، وكان يعني حتى اللي الشخص اللي قابلها كان مبسوط من مقابلتها. طيب. بس هي طلبت قالت بس الزوجي، لأنه طبعا يتعرف الوحدة إذا كانت متزوجة يفترض أنها ترجع حق ولي أمرها قبل. صح؟ صحيح، بس يعني ما كانت تعرف طبيعة العمل أصلا من قبل المقابلة؟ لا في المقابلة، في المقابلة يقولون تم التوضيح. نعم أيوة. فنهار ثاني على طول، يعني حتى مو بنهار ثاني، في نفس اليوم اللي رجعت من بعد المقابلة تم الرد عليها بالرفض. فتفتح لها مرة ثانية أنها ترشح نفسها على وظيفة طبعا، لأن صحيح. المرة واحدة حق الشخص يرشح نفسه. صحيح. مرة ثانية رشحت نفسها وما جاها طبعا رد، بس تم الرفض اليوم اللي بعده. بدون عمل مقابلة، بدون مقابلة، بدون شيء. طيب معنا الوظيفة مناسبة لها كانت 100% مطابقة تكون، لأنهم لما تختار أنت وظيفة يقول لك نسبة المطابقة حق التخصص، حق المؤهلات الوظيفية وحق التخصص المرشح نفسه. تكون المطابقة 100% ويتم الرفض بدون ذكر السبب. وحاولنا كذا مرة نتواصل مع الخط الساخن في كوادر عشان نعرف السبب شو الأسباب، يحولون على الإدارة، الإدارة لا يوجد رد، يطلبون منا نرسل إيميل، نرسل إيميل وما يجينا الرد، قالوا لنا اكتبي في تويتر، كتبنا في تويتر ويجينا الرد. تعرفين وين الأماكن اللي قدمت فيها البنتج؟ شلون؟ الأماكن اللي قدمت فيها بنتج؟ قدمت في كذا جهة، مش جهة معينة، في كذا وزارة. نعم. طيب أختي حسن، يعني ما أدري يعني. أختي يعني حسن إن شاء الله شوف موضوع كوادر والوظائف إحنا راح يكون لنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ولكن تحديد يعني لا أعلم التوقيت عند الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لكن إن شاء الله يكون لنا لقاء مطول كما كان لنا مع بداية إطلاق هذه المنصة، منصة كوادر كان لنا لقاء معهم مطول يعني يشرحوا لنا عملية التقديم من خلال هذه المنصة. الآن بعد مرور تقريبا 5 شهور على افتتاح هذه المنصة أو إطلاق هذه المنصة، إن شاء الله بيكونوا معنا خلال الفترة القادمة الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبالتحديد من المسؤولين عن هذه المنصة، لي يعني يكون لنا مجال نحن نطرح
الاستفسارات والملاحظات التي تم طرحها خلال الفترة السابقة، بعض المشاكل التي تصادف المتقدمين لطلب هذه الوظائف. إن شاء الله خلال الفترة القادمة في القريب العاجل يكون لنا هذا اللقاء مع الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. نعم، معنا هذه المداخلة بمبارك. بمبارك صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير أختي. عليكم السلام. يا أهلا يا مرحبا. أولا أختي مبروك عليكم هذا المطر على البلاد والعباد، إن شاء الله يجعلها مطر خير وبركة إن شاء الله يا رب. اللهم آمين يا رب. أختي عندي ملاحظة بسيطة الله يحفظك. أنا من سكان منطقة معيدر الريان. الله يحفظك. هني بالنسبة للشارع اللي هو شارع حديقة الحيوانات امتداد من الصناعية ورايح، هذا الشارع من الشوارع اللي ما شاء الله يعني على كثر ما أنا شفت كثر الشيل والحط فيه، يعني طبعا اللي هو الصيانة فيه. نعم. والأسباب معروفة طبعا اللي هي الاستغلال بالشاحنات اللي موجودة. الشاحنات اللي موجودة يعني ليومك، مع أنه في طرق بديلة اللي هو شارع المجد أو طريق المجد، هذا في سكة موجودة للشاحنات. هم طبعا الإخوان الله يجزيهم خير يستكثرون طبعا صعوبة الوصول هناك أو اختصارا للوقت أو ما إلى ذلك، فيلجؤون إلى هذا الشارع. وبعض الأحيان بعد والله من كم من يوم أشوف نتشال محمل طاقته كاملة على محور صباح وكله جسور. هذه طبعا أنا ما أدري إدارة المرور أو البلدية لابد أن يضعون لهم طبعا هذيل طريق يعني مسوك، يطلعون لهم منطقة معينة أو طريق يسلكونه بدل ما يضوقون على الناس. احنا نستضيق منهم من كثرتهم، يعني احنا لو الحين حد يمر على اشاره المناطير يشوف زحمه النشاتي اللي جايه وبعدين يتجاوزون. يعني الاول كان لهم خانه واحده خط واحد، الحين لهم يستعملون خطين بعض الاحيان يتسابقون اللي يمشي تلقاه ما ادري يعني كلهم اربع خطوط. اذا هم خذوا خطين واحنا تمينا على خطين وتصير زحمه عند الاشارات، والسبب هذه الشاحنات. هذه النقطه الوحيده الله يحفظك. فما ادري انا البدائل موجوده يطلعون برا على الدائري الكبير اللي هو المجد، افضل منهم يكونون داخل المدينه. نعم، وبالفعل يا ابو مبارك يعني جزاك تم توفير طرق بديله للشاحنات، يعني تم توفير هذه الطرق حتى ايضا لا يعني تتضرر الشوارع الاخرى من كثره شاحنات. فمبارك ملاحظتك على هذا الشارع تحديدا، مثل ما ذكر ان هناك اعمال صيانه وتجديد دائمه بسبب كثره الشاحنات، وذكر ايضا نقطه يمكن ذكروها ايضا في حلقات سابقه بعض المتصلين، موضوع التجاوزات السرعة الزائدة من بعض سائقي الشاحنات. عموما نرفع هذه المواضيع كلها الأخوان في إدارة المرور، إن شاء الله يتم التواصل معك أيضا يا أبو مبارك وشرح تفاصيل هذا الموضوع الأخوان في إدارة المرور، وإن شاء الله يتم اتخاذ اللازم. وطن الحبيب صباح الخير. معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله صباح الخير. صباح الخير أخ محمد، يعطيكم العافية. الله يسلمك، حياك الله، يعافيك. هي ملاحظة أو شكوى بخصوص الدراجات النارية اللي توقف على الإشارات. نعم. فهذه يعني أول الإشارة تكون السيارات واقفة، يجي توصيل الطلبات الدراجات يوقف في الصف الأول. فهذا مما يسبب للمشاكل لبعض السيارات، يعني أنت لما يطلع السيارة أو تفتح الإشارة خضراء تلاقي الدراجة النارية بسرعة ينط، ما تعرف منين يطلع ويروح. فهذه المشكلة موجودة على معظم إشارات الدولة. طيب. فياريت لو في حلول. والله يا أبو عبد الله أنا تكلمت في هالموضوع، كان هناك اتصال أتوقع بالأمس حول هذه الموضوع وهذه المشكلة يعني. هو شجعني، حتى الأخ شجعني أني أتكلم في الموضوع هذا برضو. نعم. يعني أنا أتمنى صراحة أن يكون في توعية لراكبي هذه الدراجات. يعني أنا أتمنى يعني من إدارة المرور أن تجد حلول للمشكلة هذه، وياريت يعني حتى الدراجات النارية بما أنها تحمل لوحة معدنية أنها توقف في الصف مع السيارات حتى أنها ما تسبب حوادث للدراجات النارية والسيارات، لأن قاعدين نسمع ونشوف الحوادث اللي قاعدة تصير بالدراجات النارية هذه. نعم. أبو عبد الله يعني الحل أو الإجراء المفروض أنه يتخذ سواء من الأخوة في إدارة المرور أو حتى من الشركات نفسها، أنها التوعية يعني والالتزام من قبل هؤلاء راكبي الدراجات، يعني الالتزام هو الأساس. هنا قانون يعني يلزم السيارات المركبات في الدراجات الهوائية، هنا قانون يعني ينظم حركة السير في الشارع، لذلك الالتزام هو الحل.
التزام الجميع، المركبات وكذلك الدراجات النارية. لذلك أنا أتمنى من الشركات، أنا أرجع الموضوع دائما للشركات، الشركات هي اللي شركات التوصيل هذه نفسها، أن يكون عندهم حصص توعوية لهؤلاء طبعا الموصلين اللي هم راكبي الدراجات النارية، يكون عندهم حصص بإمكانهم أن يقدمون لهم توعية بالالتزام والانضباط أثناء قيادة أو ركوب هذه الدراجة. لذلك من المهم الحل هو الالتزام، التزام الجميع بالقوانين، قوانين المرور اللي موجودة عندنا، لأنها تطبق على السيارات وكذلك على الدراجات النارية. نعم، معنا أم محمد. أم محمد صباح الخير. صباح النور، هلا مرحبا. الله يحييك، يا هلا يا مرحبا. هلا. أم محمد، هلا حبيبتي. خبر. أنا من أسبوع إن شاء الله كلمتكم، من أسبوع الحين. نعم. رجعت وكتكلم عن العزبة حقتي. نعم، ذكرينا بموضوعك يا أم محمد. أنا صرفوا لي عزبة 2014 على بداية 2014، وجاني علاج برا الخارج مع أختي في غيبوبة، عندي أختي تيمة، شليتها وديتها منك، خيت لي 4 شهور 8 شهور برا، ورجعت قالوا لي لا خلاص انسحبت منك، وهم قالوا لي حوطيها في الشحنية في المجمع الشحنية، روحي حوطيها ودخلي كهربتيس مدري شو. قلت زين، التهيت منهم سافرت رجعت عيتها مسحوبة، والله ما استلمت ولا عزبة، والله حلف لكم على الغيوم والمطر يا عزبة ما انصرفت باسمي أنا. أم محمد قبل لا تسافرين شرحتي لهم موضوعك ووضعك ولا حاجة؟ الموضوع جاني كذا، البنت طاحت علي، يتيمة قاعدة عندي أنا مربيتها، يعني طاحت علي. الله يشفيك. في غيبوبة رحت بها، سافرت بها برا علاج 2014، رجعت 2015 يعني بدايته، بروح لها بحوط الأرض بشوفها، عندي حلال مودعته عند كل، عند إخواني عند العالم، يعني ما يصير عندي حلال مرقم ترى، وعيالي ابو 32 33 عيالي رياجيل ما عطوهم عزب، يعني يعطون الام العجوز اللي يشكبرها يعطوني انا. طيب ام محمد لما رجعتي قدمتي لهم هذه الاثباتات ان انت كنتي في رحله علاج؟ والله التهيت، والله التهيت، واقسم بالله التهيت، اقسم بالله شوي علينا مطر يمطر، والله العظيم متعالي في الصباح ما سحبوا وعطوني ارض حقت عزبه، وانا طلبتها في الشحانيه، كل يوم يقولوا لي روحي اختي كتاب دخليه عند الوزير، اختي كتاب، والله عيب، كل يوم راح اجي مكاتب ودي. أم محمد يعني بعد ما لو أميرنا يدري بيدري إن شاء الله ما استلم لحد أن يوزعون علينا إن شاء الله، من الناس اللي راح يخصصون لهم بإذن الله تعالى في الفترة القادمة. شوفي حبيبتي، شوفي علي مطر كاد بجعل عيوني العمى، أنا شايفة قدامي في التوزيع يوم رحت أراجع واحد عمره 32 صار في العزبة، يعني الدنيا واسطة حبيبتي؟ إن شاء الله مو بواسطة، أنا واسطة إن شاء الله يا أم محمد، يكون يعني تكوني من الناس اللي راح يصرفون لهم ويخصصون لهم عزبة إن شاء الله في الفترة القادمة. نعرف إن في يعني أعداد كبيرة على قائمة الانتظار فيما يخص تخصيص العزب. أم محمد ذكرت إن كانت عندها يعني بعض الظروف، سافرت لظرف طارئ ورجعت يعني مع الأسف تم يعني سحب هذه العزبة، ولكن حاليا هي بحاجة لهذه العزبة. إن شاء الله الأخوان في وزارة البلدية والبيئة ينظرون لموضوعك يا أم محمد ولكل من هم على قائمة الانتظار واللي عندهم حلال وحلال مرقم في النظام القديم، نتمنى إن شاء الله دائما أن يكون لهم الأولوية ويتم التخصيص في القريب العاجل لك ولكل من ينتظر تخصيص عزبة بإذن الله. وطن الحبيب صباح الخير، معانا رسائل وصلتنا عن طريق الواتساب. هذه رسالة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أبو حسن طبعا، يقول وزارة التنمية جت تجمهر كبير يحصل في الاستقبال وكل يوم فيه مراجعة، لازم تصير مشاكل، يقول والله أسبوع نروح نراجع يقول لك الأسبوع اللي بعده تكمل شهر، وآخر شيء يكون الكتاب من شهر مخلص، معقولة ما يخلون حد يراجع فوق؟ تكدس الناس، ما في وضوح في تخليص الإجراء، وكل يوم يحولك ليوم آخر تعطيل الأمور. أطلب طبعا رسالة أحد من البرنامج للتأكد. طبعا أبو حسن الكلام هذا صحيح، والآن طبعا حاليا عند الأخوة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يعني التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تحصل، حتى كان عندهم دوام من 4 إلى 8 الآن موقف بسبب الإجراءات الاحترازية، نتمنى منهم صراحة من الأخوة يعني محاولة حل هذه المشكلة. أبو حسن عنده رسالة ثانية بعد أتوقع، يقول تحويلات شوارع كثيرة وبعضها يسبب ضرر للسيارة، واستغرب من مفتشي أشغال حتى يعني لين عمل تحويلة ليش ما يتم التفتيش عليها؟ من بو حسن، من الأخوة في هيئة الأشغال العامة أشغال.
نعم. يمكن أبو حسن يأكد على الاتصال اللي وصلنا أمس بخصوص هذا الموضوع. ذكر أحد المتصلين أن يعني هناك بعض التحويلات تسبب ضرر لبعض السيارات. ذكر موضوع الارتفاع وغيرها. ذكر في أكثر من منطقة. ذكر في الوكرة وأيضا في شارع حمل الكبير. إن شاء الله الأخوان في هيئة الأشغال العامة أشغال ينتبهون لهذا الموضوع. أيضا هذه رسالة من أبو عبد الله يقول: أحب أشكر كل المسؤولين والعاملين في مستشفى حزم بريك على العمل المتفاني والمتميز والكفاءة العالية العالية المستوى بهدف تحسن حالتي، ويعني طوال المدة اللي قضيتها وهي 4 شهور. أخص بالشكر مدير عام المستشفى ومدير العناية المركزة وكل الأخصائيين والمعالجين والممرضين، وأتمنى أن تقتدي باقي المستشفيات باستراتيجياتهم في العلاج الطبي والفيزيائي والتنفسي. إن شاء الله يا أبو عبد الله رسالة الشكر هذه تصل للجميع، لكل المسؤولين والعاملين في مستشفى حزم بريك، وتحية أيضا لكل الطواقم الطبية ولكل العاملين في القطاع الصحي والطبي عندنا. ويعني نسعد برسائل الشكر، كما تصلنا الملاحظات أيضا. رسائل هذه الشكر مهمة ليعني دائما التطوير وللأفضل، دائما هي تكون حافز لتقديم الأفضل والعطاء أكثر بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أبو عبد الله. ومستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، التواصل معكم يستمر بإذن الله حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب. صباح الخير.
وطن الحبيب صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية، عودة لبرنامج وطن الحبيب، عودة لمكالماتكم الهاتفية، رسائلكم النصية القصيرة، طبعا رسائل الواتساب كذلك. هذه رسالة وصلتنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا من أم حمد، يعطيكم ألف عافية، أنا عندي موضوع عن حجوزات الحجر الفندقي، حجزت لخدامتي حجز فندقي أو حجر فندقي، طبعا مكينس ممتلئ، حجزت فندق عادي، حطيت جميع البيانات برقم الرحلة ومن وين، لكن غلطت، بدل ما حط اسم الخدامة حطيت اسم الكفيل، جيت أعدل البيانات قالوا لي ما يصير وحجزي من جديد، وللعلم باقي أسبوع ونص على الحجز، يعني يمديهم يغيرون الخطأ اللي حصل. كلمت حماية المستهلك حولوني على هيئة السياحة ما ردوا، يعني هل هذا كلام حجز كل شيء فيه صحيح بس الاسم نحط بالخطأ، مو براضين يعدلونه، والحين حتى لجيت بحجز مرة ثانية اليوم للي بتجي فيه صار ممتلئ، يعني خسارة تذكرة وخسارة حجز فندقي، يا ريت يشوفوا لنا حل من شهر 12 وأنا مع المكاتب. يعني أتمنى صراحة من الأخوة في الخطوط الجوية القطرية وفي اكتشف قطر، يعني تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا ولا زالت تصل الملاحظات، و يعني كان في رد في الفترة السابقة ولكن يعني لا زالت هناك أمور غامضة لدى الناس. أتمنى من الأخوة في الخطوط الجوية القطرية أن يكون لنا لقاء معاهم حول هذا الموضوع، يعني مثل الحين هذا الخطأ، هل من الصعب أن احنا نغير الاسم؟ يعني الخطأ لم يحصل مثلا، والله نقول والله التوقيت مو مشكلة، يعني ممكن لعدم وجود حجوزات أنك تغيرها هذا خطأ، نقول من الصعب، لذلك يجب أن تغير الحجز أو تحجز حجز آخر، لكن الخطأ بالاسم هل من الصعب لدى الأخوة في الخطوط الجوية القطرية أو في اكتشف قطر إن من الصعب أنك أنت تغير الاسم؟ ذلك أتمنى صراحة أن يكون في توضيح لهذه الأمور من الأخوة في الخطوط الجوية القطرية، من المهم أن الناس يكونون على بينة في هذه الأمور، وخاصة أن الآن يعني مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، الأمور هذه مهمة، الناس يستخدمون هذه الحجوزات سواء لهم أو حتى اللي عنده موظفين، اللي عنده عمال منازل. نتمنى من الأخوة في الخطوط الجوية القطرية وفي اكتشف قطر يعني مراعاة ظروف الوضع لدى كثير من الناس. يعني أنا كنت أقول تغيير الحجوزات من الصعب، ليش؟ لأنك والله تضطر أنك تحجز، الفلوس تروح مثلا لفندق. المشكلة من اللي حصلت مع الأخت أم حمد فقط خطأ في الاسم، يعني بإمكانهم أن يغيرون الاسم، بدل ما تحط اسم الشغالة اللي عندها حطت اسم الكفيل، فهل من الصعب أن احنا نغير الاسم؟ عموما هذه الأسئلة وهذه الملاحظات وهذه الاستفسارات نضعها على طاولة الأخوة في الخطوط الجوية القطرية واكتشف قطر، وصارنا أكثر من أسبوع الآن على الهواء مباشرة، نوجه لهم الدعوة ونوجهها مرة أخرى الآن، من المهم أن يتواصلون معنا، أقصد أنا هنا التواصل، أن يكونوا معنا على الهواء مباشرة في الاستوديو أو حتى عن طريق الهاتف لشرح هذه. يعني بعد في النهاية هناك ملاحظات، المفروض أن كشركة رائدة، شركة الخطوط الجوية القطرية رائدة ليس فقط عندنا في قطر، هي عالمية، يعني هي أفضل شركة طيران في العالم، لذلك من المهم أن أنت يعني توصل وجهة نظرك في هذا الموضوع للناس، والموضوع مهم، ذكرنا في البداية أن الكل الآن يستخدم هذا الموضوع سواء له شخصيا أو حتى بالنسبة للشركات العمال أو حتى بالنسبة للمنازل الخادمات والشغالات والعمالة المنزلية. فالآن الموضوع يعني مطروح للأخوة في الخطوط الجوية القطرية، نتمنى منهم صراحة التواصل ونكون في لقاء لشرح هذا الموضوع. معنا عبد الله صباح الخير. صباح النور، يا هلا ومرحبا. يا مرحبا يا عبد الله، حياك الله. صباحكم الله بالخير. صباحك بالنور يبا. أخوي أنا عندي مشكلة مع وزارة الصحة. المشكلة هذه ما أدري متى راح تنحل مع وزارة الصحة، مع أن الدولة موفرة كل شيء وموفرة كل التسهيلات حق الإخوان ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. أنا مشكلتي مع وزارة الصحة، أنا الحين من 2019 طالب بولتشير حق أخوي. طيب. من ذوي الاحتياجات الخاصة مقعد، وطالب له بولتشير خاص حق حالته هو الصحية.
زي مواصفات خاصة يعني هم قرروها يعني. أيوة هم قرروها وراح المريض للمستشفى وخذوا قياساته وكل حاجة صح. من 2019 لين اليوم أراجع لين الحين أراجع لين الحين. بعدها قلت لهم يا جماعة ما يصير، أعطوني وقت محدد. معقولة أنا كل فترة أروح أشتري له كرسي والدولة موفرة، خصوصا موفرة حق المواطنين اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة كل التسهيلات صحيح. ليش أنتم موقفينها؟ قال لك والله إحنا لين الحين ننطر الموافقة ننطر الشركات. يا جماعة إحنا عندنا شركات في الدوحة وايد تسوي الكراسي، هل يعني يقول لي هو الموظف اللي هناك يقول لي في 400 مريض ينطرون، هل معقولة وزارة الصحة معطلة 400 مريض على كراسي ويلشير؟ هل معقولة ما عندنا القدرة ان احنا نوفر 400 ويلشير حق مرضانا؟ يعني احنا خيرنا على اللي برا، بالعكس احنا لدينا القدرة ولله الحمد، حتى الأخوة في الصحة لديهم القدرة ان يوفرون هذه الأشياء. انا استغرب من هذا الموضوع يعني. ما هو بالضبط احنا عندنا القدرة ان احنا نوفر هاي كلها حق المواطنين، بس ليش ما قاعد يصير؟ ليش ما قاعد نشوفه؟ ما اعطوك سبب التأخير؟ ليش احنا قال لي في البداية يعني 2020 قال لي السبب كورونا، وعقبها قال لي بس على فكرة احنا رجعنا نشتغل مرة ثانية، وإذا بيصير تأخير بيصير 5 شهور أو 6 شهور. أنا حسبتها لو 5 شهور وست شهور على كلامهم، أنا ترى كان من المفترض أني أنا أستلم الكرسي شهر 8 2020. احنا اليوم شهر 3، الحين احنا بندش على شهر 3، وأنا أرايح لهم عبد الله لين الحين احنا بعد ممكن 6 شهور 4 شهور. عبد الله يعني خلنا نطرح الموضوع الأخوة في وزارة الصحة، ويعني يمكن الفترة اللي سابقة خلنا نعذرهم لأن مرت فترة الجائحة وكان هناك إجراءات احترازية وكانت يعني القطاع الصحي كان مشغول عندنا صراحة بموضوع مهم اللي هو التصدي لهذه الجائحة، يعني نعطيهم المجال ونعطيهم يعني عذرهم في الفترة اللي طافت على ما قدموا صراحة ولله الحمد. القطاع الصحي كله يعني سواء وزارة الصحة مؤسسة الحملة الطبية الرعاية الصحية الأولية، لذلك نعذرهم على الفترة اللي راحت، ولكن الآن يعني الموضوع مطروح على الهواء. عبد الله اتصل، موضوع كرسي متحرك بس له مواصفات خاصة المفروض أنه يصنع عن طريق الأخوة في وزارة الصحة، لذلك أتمنى منهم أنه يردون ويتواصلون مع الأخ عبد الله ويعني يحلون هذا الموضوع، لأن أخوه من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحاجة لهذا الكرسي من الأخوة في وزارة الصحة. نعم، نعود للرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب، ونذكركم بالأرقام: رسائل نصية 92666، واتساب البرنامج 3330993. قبل أن نرجع لرسائل الواتساب، هذه رسالة أتوقع يعني من قبل أرسل لنا أبو عبد العزيز هذه الرسالة، يقول إحنا أهالي منطقة بني هاجر نطالب هيئة الأشغال عامة أشغال بتحويل دوار شارع رفاع الكبير إلى إشارات ضوئية. ما يحضرني حاليا إذا الأخوان في هيئة الأشغال ردوا على هذا الموضوع أم لا، لكن أبو عبد العزيز لثاني مرة يطرح هذا الموضوع، فإن شاء الله يكون في تواصل وتجاوب من قبل الأخوان في أشغال كما عودونا. وإذا كان هناك مشروع لهذا الشارع نتمنى إطلاعنا وإطلاع أبو عبد العزيز وسادة المستمعين والمشاهدين عليه. أيضا عندنا زميل محمد رسائل واتساب. نعم، صلتنا بعد مجموعة من الرسائل. هذه رسالة موجهة للأخوة بوزارة البلدية، يقول لماذا انقطع توزيع اسماد أجلكم الله، ولا يوجد للبلدية إلا مشتل واحد في المطار لجميع مناطق الدولة؟ يعني إذا أراد المواطن شتلات وهو من سكان الخور أو الشمال لازم يضرب 50 أو 100 كيلو للحصول على شتلات. هذه فعلا يعني ملاحظة أتمنى صراحة من الأخوة في وزارة البلدية توزيع هذا الموضوع حتى بالمناطق الشمالية، على الأقل يكون في مكان لتوزيع هذه الشتلات، لأن خدمة صراحة مهمة تقدمها وزارة البلدية والبيئة في هذا الموضوع، موضوع المشتل الخاص بهم، وأسعار رمزية جدا لهذه الشتلات وهذه الأشجار، لذلك الكثير من الناس يتعاملون معهم. فمن الأخوة في وزارة البلدية والبيئة لما لا يكون فعلا يعني توزع أكثر من مشتل خاص بالوزارة في مناطق الدولة، يعني يكون على الأقل في يعني بما أن المنطقة الجنوبية يختمها اللي في المطار، كذلك يكون في مشتل آخر في المنطقة الشمالية يستخدمونها أهل الشمال. من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة. نعم، هذه رسالة من أبو عيسى يقول صباح الخير، لازال إهدار المياه
في منطقة زغوة ذاكر المنطقة 71 شارع 34، يقول الإهدار مستمر خاصة يوم الجمعة. ما أدري بعيسى هل تواصلت مع الإخوان في كهرباء تأكدوا أرسلوا مثلا فريق فني عندهم يتأكدون إذا كان إهدار المياه هذا تابع لهم أو تابع لجهات أخرى، حفريات أمور معينة يعني. عموما نوجه الموضوع للإخوان في كهرباء، إن شاء الله هم بدورهم أنهم يتواصلون معاك ويتأكدون إذا كان هالموضوع يخصهم، فنتمنى إجراء لازم من قبلهم وموافاتنا بالرد على هذا الموضوع. رسالة أخرى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال موجه لوزارة التعليم والتعليم العالي بخصوص الدراسات العليا والجامعات الخاصة المعترف بها. العلم يقول صار لي ما يقارب 5 شهور وأنا تابع الموقع حتى يتم إنزال القائمة قائمة الجامعات المعترف فيها، للأسف إلى اليوم لم يتم وضع هذه القائمة والأيام تمضي علينا. نتمنى من وزارة التعليم اعتماد الجامعات حتى يمكننا التسجيل، أو إذا كان يمكنني مراجعة شخص معين في الوزارة بهذا الخصوص، ولكم جزيل الشكر. نعم، معنا أبو محمد. أبو محمد صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، حياك الله يا أبو محمد. يعطيكم العافية. الله يعافيك ويسلمك، يا هلا تفضل. الله يحفظكم إن شاء الله. يحفظك يا رب. أنا الله يسلمك، عندي ملاحظة بخصوص طريق النجد. نعم. طبعا ما شاء الله هو طبعا من أروع الطرق الموجودة عندنا في الدوحة، ولكن مع الأسف يعني لو أنت تحسبون تقريبا بعد 40 كيلو من تقاطع المزروعة يبتدي في موجة نامس صراحة هناك، فأي سيارة تمر فخلاص يعني وجه السيارة يتدمر مشوار واحد، وإحنا طريقنا تقريبا يوميا نروح هناك. فهذا الشيء يعني أنا ما أدري وش هو سبب تجمع النامس بالطريقة هذه في المنطقة هذه صراحة، فنتمنى احنا وزارة البلدية او البيئة ان تشوف حل لوش يعني السبب الرئيسي اللي يعني يخلي النامس يتجمع في المكان. من متى هالمشكلة؟ قمنا نغير الطريق بسبب هالموضوع. من متى هالمشكلة هذه؟ والله الشيخ من زمان يعني، هذا الموضوع قديم يعني. ايش كثر؟ والله يمكن من بداية الشارع، انا ما لاحظ يعني الا يمكن تقريبا من بداية الموضوع، من بداية ما يعني افتحوا الشارع بطريقة رسمية. نعم، تواصلتم على الإخوان في وزارة البلدية يتأكدون؟ لا والله السبب؟ لا والله الصراحة، بس أنا يعني طرشت صورة على الواتساب زي أنت تشوفون، على الأقل بتشوفون شلون يمكن بالصورة بوضح الفكرة أكثر يعني. نعم. الموضوع يعني صراحة شيء فعلا محمد يدمر وجه السيارة بشكل مو طبيعي، بس مجرد محمد واحد إحنا طبعا هي بشكل يومي. محمد تسمعني ولا لا؟ هلا. من بعد نعم. تقاطع طريق سلوى من بالضبط من تقاطع المزروعة من بعد تقريبا من بعد تقاطع سلوى، والله أنا لاحظت هذا الموضوع. نعم أو تقريبا صح من تقاطع سلوى. نعم صحيح من بعده من بعده، وأنت يا مثلا من طريق سلوى بتروح مثلا جنوب من بعده. نعم. تقريبا على طول النامس يضرب السيارة وجه السيارة لمدة تقريبا 6-7 كيلو عقب يوقف تقريبا. صور واضحة يعني. أنا حاولت إني ألاحظ إذا في شيء مثلا حول الشارع، ما في يعني ما في شيء سبحان الله، ما أدري هل في شغلات مثلا ما تبين إحنا ما نشوفها، ما أدري والله. والله الأخوان في وزارة البلدية يعني محبط، شارع مثل هذا يكون عليه يعني مثل هالشيء، الواحد يتجنب الطريق والله بسبة الموضوع هذا الصراحة. غريب الموضوع يا محمد. الطريق هذا يوميا لازم نغسل سيارة بشكل يومي. نعم، الصور وصلتنا واضحة فعلا يعني، وهي السيارة مغطى بالكامل. نعم. يعني راح نرسل هذه الصور للأخوان في وزارة البلدية والبيئة، وهم الأقدر يا أبو محمد يعني. نعم. يتأكدون السبب ومعالجة هذا الموضوع وحل هذا الموضوع لما ينعرف السبب الرئيسي. نعم إن شاء الله يا أبو محمد، إن شاء الله نوصل. الله يحفظك إن شاء الله. يحفظك يا رب، نوصل. نعم. موضوعك لأخوان في وزارة البلدية والبيئة، نتمنى منهم التأكد من هذا الموضوع. نحن يعني إحنا بدورنا سنقوم بإرسال هذه الصور، وأيضا بإمكانهم التأكد ومعرفة السبب الرئيسي لهذه المشكلة وحل هذه المشكلة حل جذري، على أساس أنه ما يتضررون مرتادي هذا الطريق، وأيضا الضرر اللي يكون على حتى السيارات. فمن الأخوان في وزارة البلدية والبيئة فعلا يعني الموضوع هذا مر علي ويمكن من فترة شهر أو شهر ونص، وفعلا أنا استغربت وجود هذه الكمية الهائلة من النامس اللي موجود في الشارع في منطقة معينة مثل ما ذكر، هي فترة يمكن حتى أقل من 5 كيلو أو 6 كيلو، لا أقل المسافة هذه، لكن كانت موجودة بكثرة، والصور اللي طرشها أبو محمد فعلا صحيحة، بس أنا تفكرت أنها يعني مرة واحدة لأني ما تستخدم الشارع بكثرة. لذلك أتمنى فعلا من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة النظر، هي بعد فعلا ما بعد التقاطع تقاطع طريق سلوى مع طريق المجد،
بعد وانت متجه الى الجنوب. لذلك اتمنى من الاخوه يعني مراقبه هذا الموضوع ويعني ايجاد السبب الرئيسي لوجود هذه الكميه الكبيره من النمس في هذه المنطقه. نعم، ربما ايضا حتى يعني لا قدر الله قد يتسبب الموضوع في حوادث او غيره، لان راح يكون في تشتيت للسائق يعني لما يكون هذا العدد الكبير على زجاج السياره. فنتمنى الاخوان في وزاره البديهه والبيئه التدخل في هذا الموضوع والحل السريع لهذا الموضوع. نعم، هناك رساله تقول من ابو عبد العزيز: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أرجو من المرور وطبعا هيئة الأشغال العامة أشغال تركيب رادارات وكاميرات على الإشارات الموجودة على جسر طيبة، لأنه كثير من السيارات تقطع الإشارة الحمراء باستهتار. من أبو عبد العزيز من الأخوة في إدارة المرور وكذلك الأخوة في هيئة الأشغال العامة أشغال. نعم، أيضا هذه رسالة من محمد، وأتوقع أرسل هذه الرسالة سابقا لكن أكد عليها، يقول: نرجو توفير جهاز صراف آلي في بوهامور شارع السوق المركزي للمحلات وذاكر المنطقة تحديدا. إن شاء الله يا محمد يتم النظر في هذا الموضوع. وعموما يعني أجهزة الصراف الآلي يعني ضرورية في مختلف الأسواق ومختلف المناطق والأماكن، فعلا جدا يعني ضرورية. فمن الأخوان في مصرف قطر المركزي نتمنى تعميم هذا الموضوع على كل البنوك بإيجاد وتوفير أجهزة الصراف الآلي. وطن الحبيب صباح الخير، معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله صباح الخير. مرحبا يا أبو جاسم. حياك الله أبو عبد الله، يا مرحبا. الله يحييك حبيبي. تفضل طال عمرك. في بيتك عندي شكوى على أشغال. خير إن شاء الله. أي والله، أولت البارحة الولد طلع من البيت جاء عند الإشارة بيلف يسار ولا الصبيات في وجهه هذه اللي حاطينها في الشوارع. نعم. يعني جايين رميتها في الشوارع بدون إشارات بدون شيء، لأن الله جابها يعني في الحديد ما جات فيها. أنا بطرش لك عن صور السيارة، بطرش ريت لو تطرش لي مو بس صور السيارة، ريت لو المكان نفسه شلون يعني هم حاطين بدون. أنت كنت جاي الحين طالع من الإشارة مدينة خليفة الوسطية رايح على المرخية، أول ما تطلع من الإشارة كانت الصبية طالعة عن الرصيف في الشارع، يعني موقعها يعني خطأ. خطأ من قوة الضربة رجعت هي مكانها. الحين احنا رحنا صورناها يوم الحادث رجعت، يعني تدري الصبية ما نقدر نسوي شيء، تبين يعني مكانها حتى الصبية متكسرة. يعني شلون ولدك؟ ولدي الحمد لله سليم ان شاء الله، ضربة صغيرة في الراس بس لا تشوفها تقول يعني ما ظنيت يطلع من السيارة. الله سلمه وراه ناس وطلعوه يعني الحمد لله بسرعة، ما يشوف شر. الله يجزاك تستاهل سلامته يا ابو عبد الله. يعني من بيعوض الحين؟ من بيسوي لي يعني اشياء خطره؟ المفروض يحطون اشارات فسفوريه، يحطون قبل 100 متر يحطون لك اشارات، يحطون يعني رحنا دول العالم كلها يعني في اشارات. الله يشوف المعايير عند الاخوه في هيئه الاشغال العامه معايير عالميه، لكن المشكله ساعات تحصل من بعض الاخطاء من بعض الشركات المنفذه. لذلك من الجميل ان انت ترسلنا فيديو او صور معينه للمكان على اساس ان احنا نوصلها للاخوه في هيئه الاشغال العامه لمراقبه هذا الموضوع وايجاد حل. هل فعلا وضع هذه الصبيات او هذه الحواجز الاسمنتيه كان خطا في الشارع؟ لذلك يعني اتمنى صراحه انك تتواصل معنا بالواتساب وترسلنا كل الصور اللي موجوده عندك يا ابو عبد الله، وما يشوف شر ولدك ان شاء الله. معنا ابو فهد. ابو فهد صباح الخير. صباح النور يا مرحبا. الله يحييك يا ابو فهد، يا هلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. اختي الله يسلمك، فيها موضوع محطه بترول، كانت اول محطه بترول عند شارات الفروسيه. نعم. فهي كانوا يعني محوطينها بشينكو ومحوطينها باشياء، و يعني صار لها وقت طويل. نعم. فأنا دخلت المكان هذا شفت كلاب تطلع منه الله يكرمكم، وشفت قطاوة ووصاخة، يعني مش منظر حيوي على شارع رئيسي، ونبي منكم يعني تكلمون الجهات المختصة أو صاحب المكان يبنونها محطة بترول ولا يغيرونها بشيء ثاني، لأنها يعني مخربت المنظر. يعني المنظر عند الإشارات ومقابلها مسجد وفي منطقة سكنية،
نعم. وهذا موضوعي والله، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا فهد. بس قبل ما تختم هذه المكالمة، يعني دائما تتلاحظ وجود يعني الكلاب الضالة جلكم الله في هذا الموقع؟ اي والله فيها كلاب، ودخلت على اساس اشوف هذه اللم فيها اوساخ كثيرة، وفيها شو اسمه ذي قطاوة، فيها نعم. بلغت الاخوان في وزارة البلدية عن هالموضوع؟ والله ما ادري عن البلديه، المفروض انهم يشوفونها، يعني حتى المنظر مش يعني منظر حضاري، على شارع رئيسي، على شوارع رئيسيه، ملتقى شوارع رئيسيه وفي منطقه سكنيه. يعني يعطيك العافيه ابو فهد على حرصك وعلى اهتمامك، ونرفع الموضوع للاخوان في وزاره البلديه والبيئه. يمكن موضوع الكلاب الضاله اجلكم الله استقبلناه في الفتره الماضيه كثير من المداخلات، رسائل نصيه، رسائل واتساب، وايضا المرفقه بصور وفيديوهات عن هذا الموضوع، ذكر ابو فهد يعني على شارع رئيسي. فنتمنى التدخل من قبل الاخوه في وزاره البلديه والبيئه، وايضا يعني ناكد على موضوع ايجاد حل جذري لموضوع الكلاب الضاله اجلكم الله. هذه رسالة صراحة وصلتنا عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. تقول السادة المسؤولين، أنا مواطنة قطرية وأعمل موظفة في بنك قطر الوطني QNB. التحقت بالبنك سنة 2014 وإلى الآن لم أتحصل على درجة، وبالإضافة في فترة التحاقي أكملت دراستي الجامعية. رسالة ثانية من أبو عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا لا يكون في برنامج وطن الحبيب تواصل مع الجهات التي لا ترد على الشكاوي والملاحظات التي يطرحها المواطنين، مثل اكتشف قطر والقطرية؟ أبو عبد الله، يعني الموضوع مطروح الآن على الهواء، والأخوة في القطرية كان لهم رد حول هذا الموضوع، بس اللي احنا نطلبه الآن أن يكون توضيح أكثر. أنا ما أقول إنه والله ما تواصلوا معنا، تواصلوا معنا ويتواصلوا معنا بشكل يومي، لكن المطلوب من الأخوة في الخطوط الجوية القطرية أن يكون لنا لقاء مطول لشرح هذه الملاحظات وهذا الغموض اللي يعني اكتنف الموضوع عند كثير من الناس. نعم، عموما مع هذه الرسائل النصية وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج وطن الحبيب صباح الخير، واللقاء يتجدد بإذن الله يوم الغد وفي نفس التوقيت. أجمل التحايا من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني، إلى اللقاء.